كيف الحال؟ الله يبارك فيك دكتور. هيا يلا استاذ عاطف، الله يجبرك. طمنا عنك كثير. معك سامعينك على البث صح؟ على البث حضرتك، تفضل. أهلا وسهلا فيك دكتور. اول شيء الله يجزيكم الخير، فريق ملهم، فريق ملهم مميز. الله يعطيكم العافيه. حبيت احكي عن وضع القطاع الصحي اللي انتم وقفتوا جنبنا، انتم نسميها المؤسسه اللي ولدت من رحم هذه الثوره المباركه. انتم من اولاد هذا الشعب المكلوم، اللي حسيتوا فينا انتم والدفاع المدني، جميع المؤسسات والمنظمات اللي هي متعاطفه مع القضيه السوريه، اللي هي من ابناء هاي السوري المكلوم. القطاع الطبي بصراحه بنى حاله من لا شيء من بدايه الثوره. تتذكر المشافي الميدانيه، بتتذكروا كيف كنا نصعف في الجرحى بسبب القصف والتهجير والنزوح. تتذكروا كيف قد كوادر طبيه استشهدت سابقا وهي عم تقدم خدمات الطبيه، هي عم تقوم بعمليات جراحيه. اجت الكارثه الكبرى الاخيره، الزلزال، استهدف اهلنا اللي هن بالاساس تعبانين، بالاساس هن نازحين، بالاساس هن مهجرين. وكوادر طبيه كانت عم تقدم اللي بتقدر عليه ضمن الامكانيات من تراجع الدعم. أخي عاطف، بدي أذكر لك أنه من عام 2018 عم تشهد دعم القطاع الطبي بالشمال السوري المحرر تراجع، كل سنة بيتراجع عن السنة اللي قبلها ما مقداره 40% من الدعم. للأسف بيقولوا لك طولت الأزمة السورية، بيقولوا لك صار في أبدأ بأوكرانيا، توجهت جهود الأمم المتحدة للقطاع الطبي لمناطق صراع اخرى بسموها هني صراع، ما بيعترفوا انه نحن عندنا ثوره، ما بيعترفوا انه نحن في عندنا طاغي عم يبيد شعب مظلوم ينادي بالحريه. فالاجهزه الطبيه بكل منشاتنا هي مضى على عمرها الافتراضي سنوات، هي قامت بدورها على اكمل وجه الاجهزه الطبيه وانتهى عمرها الافتراضي. فحاليا جهاز الكتري اللي عندنا هو مشتغل قد ما لازم يشتغل ضعفين. طاولة الشد العظمية اهترت قد ما استقبلت مرضى. المونيتورات، أجهزة السي آر، أجهزة التصوير، يعني أثناء أزمة الزلزال إذا سك معنا جهاز يعني هددنا حياة. وطبعا في وراء مرضى صافين على الدور ليستنوا يفضى أول جهاز ليتصور المريض الثاني ويتصور المريض الثالث. أعداد الإصابات تفوق، يعني كانت بالآلاف. الزلزال الحمد لله أثبت شعبنا بأنه بثورته ما بيعتمد غير على رب العالمين ونفسه. لو تخلت عنا الأمم المتحدة، لو تخلت عنا كل شعوب الأرض، إحنا لنا ثقة بشعبنا بعد رب العالمين وفقط، بأبناء هذا البلد، بأمثالكم، أمثال فريق ملهم، أمثال فريق الدفاع المدني، جميع الكوادر الطبية في المحرر من الشمال إلى الجنوب، ارفع لهم القبعات. ما ناموا طول الفتره الماضيه، نحن كنا ما ننام من تنسيق وتنظيم وتامين احتياجات، بس اني كان عندهم ضغط نفسي وتوتر الجيش الابيض، وكان عندهم تعب عضلي وارهاق ومثابره ومكافحه للنعاس. بدي اتشكر فريق ملهم لاني كان جنبنا بلحظه الازمه بصراحه. كان كثير متجاوب بانه انا بذكر احد مشافي ادلب اتصل فيي ليلا انه انا ما ضل عندي ادويه تخدير وفي مرضى بالعمليات. لمين بدي الجا؟ فريق ملهم كان معمم رقمه وكان متواصل معنا وكنا مجتمعين معه بتليفون واحد، نزل فتح اتصل مع احد المستودعات الموردين، ادويه التخدير وصلت للمشفى لغرفه العمليات والحمد لله تابعوا جميع العمليات اللي وصلتهم. هذا ما بيعني انه نحن ما عندنا تنسيق طبي، لا، بيعني انه نحن عندنا كارثه، يعني نحن تحول تخيل عاطف، تحول من اماكن الزلزال الى المشافي الداخليه خلال 6 ايام الاولى ما يقارب 4000 مصاب، هدول كيف بدنا نقلهم؟ اول يوم من الازمه عاطف سيارات الاسعاف ما بقت تلحق، استنفرت المدنيين استنفروا بنقل الاصابات.
استنفر جميع السلطات الموجودة على الأرض بنقل المصابين. المصابين لو في صور انتشرت وانتشرت الإعلام بأحد المشافي، اتصل فيه مشفى الأمل، مشفى سلقين، اللي تعا شوف المرضى هني في المدارب، أنا ما عندي صح محل، بعت لي شكات أو الفنجان حط شفنا عليهم شفنا المرضى، والله بس قال لي بعت لي أغطي غطيهم، بس بده أغطي ما بده شيء، قال لي ما بدي، بس أنا بدي وين بدي أحطهم، ما عندي مكان. يعني تخيل يستقبل مثلا اليوم الأول مشفى حارم العام بحدود من 700 ل 800 مصاب، يعني شو هالجيش الأبيض، شو ايه هالكوادر والله الطبية العظيمة اللي ايه عندنا. والله انا شفتهم نحن بعيوني والله العظيم يا جماعة الخير، شيء لا يوصف. كانوا منوبين اصلا، بتوقع كانوا منوبين اصلا، فبالتالي لما صار الزلزال وهن اصلا تعبانين الساعة 4 ونص الفجر، بلشت تجيهم الاصابات، بلشت الممرات تتعبى. يعني وصلت لعندهم الساعة انا بتوقع 6 ونص او 7 الفجر، كانوا باول 3 ساعات من الزلزال يعني تعبانين بدرجه ما ممكن حد يتصور، وكملوا ما وقفوا، كملوا على مدار الساعه، ناوبوا مع رفقاتهم اللي اجوا كمان من البيوت وضلوا معهم، ضلوا على مدار الساعه بيشتغلوا. الله يجزيهم الخير. استنفرت كل صحيح الكوادر الطبية عاطف، كل الكوادر الطبية التحقت بأقرب مشفى لإلها. بحط من شعبنا بالشمال السوري المحرر بأنه خبرة صح الكوادر الطبية على مر ما يعني على ما مر علينا بخلال هاي الثورة هي خبرة صارت عظيمة. يعني ما بنعرف ننبسط درسوا ولا نزعل على هذا الشيء يعني. تمام، وعمليا يعني نحن إن شاء الله الأطباء الممرضين الصيادلي الموجودين في هاي الرقعة من المحرر صاروا ما بس يحملون الشهادة الأكاديمية، يحملون التجربة العملية بإنقاذ وتقديم ما يستطيعون من تقديمه صحيح لأهلهم. مثل ما أنت منظمة، يعني منظمة احترافية بالوقوف لجانب الشعب، أنتم الوحيدين اللي أيقنتوا أنه راح تتأخر المساعدات لعنا، لأني نحن جربنا المجتمع صح الدولي كثير، نحن كثير جربنا بكورونا، توصلنا الاستجابات الطارئة بعد ما يكون خلص صحيح الكورونا، الاستجابات الطارئة توصلنا بعد ما يكون الناس تهجروا من تقدم النظام وقصفه صح وهمجيته، يكون الناس صاروا تحت الزيتون وفي الخيام، بعد ما يكون الناس غرقوا بالمخيمات تحت المطر، ليتذكر المجتمع الدولي انه هون في ناس، هون في بشر. صحيح تمام، انتوا وقفتوا جنبنا وفضلكم ما بننسى، الله يبارك فيك واجبنا. بنعتبركم انتم، يعني شلون بدي اقول لك، ملهم، انتم شركاء، الله يبارك فيك. شركاء، فمن هون انتم حسيتوا هاي بضرورة تقفكم من لحظة هذا الأولى. الكلام احنا ما مشان نرد عليه على الناس اللي هن ذباب الكتروني او هن الناس بشككوا، لانه هن لو انه شافوا بعينهم ما راح يقتنعوا. هن اصلا شافوا المباني وشافوا العمار اللي عم يعملوا فريق لنا، وشايفين الحملات على السوشيال ميديا وشافوا كل شيء، لانه هو شيء مطمئن للمتبرعين ان اموالهم باذن الله تعالى عم تنقذ ارواح، فعلا ان اموالهم عم توصل للمكان الصحيح. بالفعل تم بالبدايه عن طريق مدير مكتب ادلب، قال انه تعاوننا مع مديريه الصحه كان استثنائي. شبابنا المسؤولين عن قسم الحالات الطبيه او القسم الطبي كانوا سريعي الاستجابه، كان فورا على الجروب انا عم شوف انه المشفى الفلاني بحاجه كذا، المشفى الفلاني بحاجه كذا، حتى لدرجة انه المازوت، تأمين المازوت لبعض المشافي كان موجود. الحمد لله رب العالمين انه تبرعات الناس، انه رب العالمين ترى نعمة لما نحن نعرف انه انت تبرعت، وبالتالي هاي التبرعات راحت لمشفى كان بحاجة لشيء معين، فهذا الشيء يعني نيال اللي تبرع لهالحملة كرمال تنقذ ارواح فعلا. فهذا الكلام مثل ما خبرتك مانو للاشخاص اللي لحتى يصدقونا، الاشخاص المتبرعين لحتى يعرفوا انه اموالهم راحت ان شاء الله بالمكان الصحيح. بالفعل تم تزويد بحسب التقرير اللي قريته اليوم اكثر من 200 الف دولار يمكن للمشافي، وطبعا باذن الله باذن الله باذن الله من القسم الطبي بعيدا عن الحمله، نحن مستمرين بدعم المشافي بالشمال السوري لحتى تلبي النداء ولحتى نعمل عمليات جراحيه لكل الاشخاص اللي ما معهم تكلفه بعض المستلزمات اللازمه للعمليات الجراحيه مثل صياخ وصفائح وما الى ذلك. عدل الجملة بدي أثبت عليك أستاذ عاطف، عيدها الجملة. أي جملة؟ شو قلت إنه أنتم ملتزمين؟ نحن ملتزمين طبعا، وواجبنا ومنيتنا على حالنا، الله ونحن يبارك. نعرف إنه القسم الطبي عندنا من أهم الأقسام من الفريق،
نحن ممكن عم نشتغل على الإعمار، عم نشتغل بالتعليم، ولكن نحن نعرف إنه القسم الطبي عم ينخفض عنه الدعم كل سنة ورا سنة. هذا الشيء واضح معنا بتكاليف الحالات، واضح معنا بكل شيء. فبالتالي اللي بدي خبرك يعني إنه بإذن الله ما بنقصر مثل ما عهدتمونا دائما بإذن الله تعالى، إنه نحن معكم قلبا وقالبا. نحن مو بس شركاء، نحن سوريين، نحن سوريين، همنا واحد وهدفنا واحد. العيله اللي انت عم تعالجها، انا بجوز اكون موجود هون ودي ابني على المشفى، يعني بالنهايه هاي المشافي لمين؟ هي إلنا نحن السوريين. فقد قد 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 تعتقد، قد تعتقد انه شغلك اللي عم بتقوم فيه هو شغل طبيعي، الا انه لو تطلع لبرا الكادر الطبي، او لو توقف مكان اي شخص برا وتشوف الاجر، او تشوف التغيير اللي عم يصنعه الكادر الطبي او المنظمات الطبيه الموجوده بالمحرر او مؤسسات الطبيه او مديريات الصحه، ترى والله العظيم هو شيء عظيم. نشكر رب العالمين انه استخدمكم لهذا العمل واستخدمنا لهذا العمل. بالنهايه احنا ما جايين لهون كرمال والله، ممكن كان احنا نكون مسافرين ولا كنا لاجئين ولا كنا بمكان ثاني او حتى غير ما خلقنا بهالبقعه الجغرافيه، لانه احنا بنعرف انه نخلق عبثا، وانه طالما انه رب العالمين استخدمكم بهالمكان وطلعتوا قدو. انا بعرف انه نحن ممكن نضل 3 ايام عم نقول وين الكوادر الطبيه ما اجتنا من برا، وين المنظمات الانقاذ ما اجتنا من برا، الا انه والله العظيم يا جماعه الدفاع المدني والكوادر الطبيه مشت مع هالمهمه وكانهم مدربين لهالكوارث لسنوات، انه استجابوا بكل ما تعنيه الاستجابه من معنى. ما بتوقع انه كنا بحاجه حدا غير المواد اللي تم تأمينه وبعض الأجهزة الطبية اللازمة هي أصلا بشكل دوري، إلا أنه بالمعطيات المعطيات الموجودة الاستجابة القصوى تمت، يعني الشيء اللي لازم يتم تم. ما بعرف توافقني الرأي دكتور يحيى. صحيح، مثل ما ذكرت بالحرف، يعني احنا كان ينقصنا المعدات اللي بتساعدنا أكثر. أما بالنسبة للكوادر فعملت شغلة على أكمل وجه الحمد لله رب العالمين، الله يجزيهم كل خير. بس بدي سلسل ايام الزلزال باليوم الاول عاطف، احنا وقت انقطعت الكهرباء المشافي كانت متعوده على الكهرباء، قصه الديزل ما كنا نفكر فيها ونسيانينا. فوجود ديزل ودعمكم ودعم بعض الاخوه الثانيين اللي من المنظمات الثانيه اللي تجاوبوا معنا، يعني شيء اعاد لنا الحياه بصراحه. بعد ما كانت المشافي طفت علي الكهرباء وعم تستقبل حالات اصابات، المولدات قلت لك كانت متهالكة، الأجهزة الطبية كانت يا دوب عم تمشي الحال، وفي ضغط كبير علي لأني ناسنا هون صارت متعبة ماديا. صح. وقفتكم معنا أنه كل ما عطل الجهاز أو كل ما احتجنا جهاز في محل، وبطريقة كتير احترافية من فريقك ملهم يعني عاطف، أنا بقول لك فريقك كتير كتير كان مميز للتعامل معنا بطريقه مؤسساتيه توثيقيه رائعه جدا ودقيقه، يعني انه المشافي اللي تطلب ينسق مع الاداره الصحيه انه نحن في عندنا احتياج في المنطقه الفلانيه، بنراجع ملفاتنا، متاكد من مدير المشفى، بنطلع يعني بطريقه سريعه بنوثق الموضوع وبنعطيه اوكي وبنقول له فعلا هذا المشفى بحاجه. وقديش الوقت اللي بيستجيبوا فيه شبابنا؟ رائع جدا عاطف، رائع جدا. انا بريد منك تكافئ الفريق العميل معنا اللي اشتغلوا معنا، اتمنى اكيد انك تكافئهم، نحن لهم عنا يعني بطاقه فكر كبيره ضمن هذا المقدر نقدمه. اكيد اكيد، هن بالنهايه هذا اللي بدهم اياه والله. انتم اي والله هذا اللي بدهم اياه، وهذا اللي بدنا اياه نحن منكم، انه تعاونكم كان رهيب، استجابتكم لاي سؤال كان ينطرح عليكم كان رائع جدا. نحن مثل ما قلت مالنا الشركاء، بس نحن سوريين، والشيء اللي عم يخلينا نشتغل نحن سوريين، نحن انسانيين، نحن ناس بدها تساعد، نحن ناس بنحب هذا الشغل اللي استخدمنا فيه رب العالمين. فالله يقدرنا دائما، ونحن بنوعدكم دائما انه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ما راح نقصر ابدا، طالما انه الشغل صاير بهالتنسيق العالي، الخبره الكبيره، طريقه الشراء وطريقه الاستجابه عم بتكون بمكان الصحيح. نحن بنتشرف والله العظيم انه بنتشرف بخدمتكم وبخدمه القطاع الصحي دائما، لانه هذا واجبنا ومنيتنا على حالنا، وبدعي رب العالمين انه يستخدمنا وما يستبدلنا، انه نبقى على هذا الطريق او انه نبقى على هذا التنسيق العالي، وانه نوصل لمرحله ما نحتاج فيها حدا، ما نحتاج فيها غير بعضنا، ونكون كفوين مع بعضنا بما فيه الكفايه. تماما. الله يبارك فيك دكتور. ان شاء الله برجع الشكر كبير لكم، فريق ملهم، الاخ عاطف، كل اعضاء الفريق اللي تعاملوا معنا، من
بنحرر نقطة أنه نحن إن شاء الله إذا بإذن احتجناكم الله فأنت تعالى جنبنا إن بنفس شاء الله الطريقات. دائما. قلت لك بحكي باسم جميع الكطبي، بوعدك وبوعد مؤسستك وبوعد كل الشعب السوري في الشمال السوري المحرر، أنه الجيش الأبيض لن يدخر نقطة دم أو نقطة عرق بإذن الله أمام تعالى. الله أي الله مريض يشركهم في ويبارك هذا فيكم المحرر. ويقويكم. حياك. أنا انبسطت جدا بالحديث معك، والله فائلتني يعني بوسط هذا بوسط هاي الكآبة، إلا إنه يعني دائما في نقاط بيضاء، اللي توفى الله يرحمه خلص عمره يعني، وإنه بالنهاية نحن ما لازم نستسلم، نضل عم نرمم حالنا، نضل عم نزيد الهمة، نضل عم نشجع بعضنا. شكرا جزيلا لكلماتك الجميلة جدا، واللي للأسف يمكن ما عم بيسمعها بشكل كافي، عبد الله مدير مكتب إدلب أو الشباب الطبيين، لأنه هون كمان نائب مدير القسم الطبي، فلازم يرجعوا. وصل بإذن الله ذكرنا اياهم. تعالى، الله يبارك فيك، وشكرا كثير كثير لوجودك معنا بهالوقت المتأخر، والله يقويكم، وأي شيء بيلزمكم مثل ما خبرتك على نفس الطريقة بإذن الله تعالى مستمرين بإذن الله. السلام عليكم. الله فيكم، بارك الله فيكم، تحياتي. سلام ورحمة الله وبركاته.